توجه الى الدكتور عمار علي حسن. دكتور عمار، يعني الاستاذه داليا كانت بتقول انه الاقبال ضعيف ويمكن الناخب او المرشحين ما قدروش ان هم يقنعوا الناخب ببرامجهم، وبالتالي ده اللي خلى بعض المرشحين او عفوا بعض الناخبين يعني يبقوا عندهم نوع من الحيره، والبعض الاخر يتخذ قرار بعدم المشاركه في العمليه الانتخابيه. يعني هذا يشكل جزءا من الحقيقه، لكن كل الحقيقة لا ترتبط فقط بالمرشحين، إنما ترتبط بالنظام السياسي الحالي كله بشتى أركانه، ليس فقط أولئك الذين يتنافسون من أجل الوصول إلى البرلمان. وأنا أتصور أن هذه الانتخابات تحمل في مضمونها رسالة بليغة، رغم أن الانتخابات الرئاسية حملت هذه الرسالة وحصل تمديد للانتخابات ليوم ثالث من أجل تمكين الناس، إلا أن أحدا لم يفهم الرسالة على هذا النحو البليغ. والشعب المصري ذكي ودهي ومكار في إعطاء الرسائل بشكل واضح وصريح للكل. رئيس الجمهورية دخل طرفا في هذه العملية من خلال دعوته الواضحة والصريحة بالأمس للشباب وللنساء كل المصريين للتصويت، وتأشيره على أهمية هذا البرلمان باعتباره يتمم المرحلة الثالثة من خريطة المستقبل التي أطلقت بعد حكم إسقاط حكم الإخوان الفاشيين. وحضرتك فسرت هذه الرسالة بأنه عنده شعور بأنه الناخبين مش هيقبلوا على صندوق صحيح الطرح. واضح من زمان استطلاعات الرأي كثير، احنا أنا كتبت أكثر من مقالة الأسبوع اللي فات عن هاجس تدني المشاركة. يعني من يوجد في الشارع وسط الناس على المقاهي في الأسواق في الشوارع في المكاتب ينصت إلى الناس يدرك تماما أن هناك انصرافا بقدر كبير عن هذه العملية الانتخابية، جزء منها يعود قطعا إلى غياب التحدي في هذه الانتخابات، نزع المنافسة عنها، إطلالة الوجوه القديمة مرة أخرى، حالة ثورة الإحباطات التي أعقبت ثورة التطلعات التي عاشها المصريون. لكن جزء منها أيضا يعني يستحق النظر فيه من زاوية خطورة انصراف الناس عن العملية السياسية الشرعية بأشكالها الموجودة، لأني إذا كفر الناس بالتغيير من خلال الطرق الطوعية التي ترتبها الإجراءات القانونية والدستور والمؤسسات الدولة سيلجؤون إلى التغيير بأدوات أخرى. ولا ننسى مثلا أن تزوير انتخابات برلمان 2010 كانت من العوامل الكبيرة التي قدحت لإطلاق شرارة الغضبة ضد حسني مبارك وإسقاطه عن الحكم. بمعنى أن الأفضل دايما أنك أن تستوعب القطاعات المجتمعية لا سيما الواردين جديدا إلى العملية السياسية من الشباب.